أهلا بكم من جديد، أحييكم وأدعوكم لمتابعة هذه الحلقة الخاصة من فضاءات المكرسة لمتابعة فعاليات معرض أكسبو حلال الذي أقيم مؤخرا في إسطنبول، والذي تضمن فعاليات مختلفة وإبداعات متنوعة. شهدت مدينة إسطنبول التركية افتتاح فعاليات معرض حلال إكسبو، إضافة إلى القمة العالمية الثامنة للحلال للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودعم رئاسي تركي، وهو يستهدف الوصول إلى حجم أعمال يقدر بمليار يورو، وينتظر أن يحظى باهتمام محلي وعالمي من المهتمين بسوق الحلال، إذ تعد إسطنبول سوقاً تجارية مهمة وملتقى الاقتصاد ورجال الأعمال والمستثمرين. وبحسب منظمي المعرض هذا العام، يتوقع أن تشارك قرابة 500 شركة محلية وأجنبية من 40 دولة، ويجذب 40,000 زائر خلال فترة إقامته، بينهم 10,000 أجنبي. أنا علاء اليوسف، رئيس جمعية شام الفنون التشكيلية. طبعاً نحن أسسنا الجمعية منذ 5 سنوات تقريباً في إسطنبول. بدأنا بتقريباً 15 فنان بالتأسيس، بعدين تطورت الأمور وانضم للجمعية عدد كبير من الفنانين. بنمارس نشاطاتنا في إسطنبول وخارج إسطنبول. الفنانين عنا متنوعين، منهم المصورين الزيتيين، منهم الخطاطين، منهم النحاتين، منهم رسامين الإبرو. طبعا أي فعالية أو نشاطها بيصير في إسطنبول كان إنه مشاركات فيه. طبعا هذا المعرض اللي قمناه بالتعاون مع الجمعية العربية والاتحاد الفنون العربية ضمن فعاليات هذا المعرض إكسبو. مثل ما يكون شايفين في عدد من الفنانين من جمعيتنا، تقريبا في 21 فنان شارك، وفي مشاركات من خارج جمعيتنا. مواضيع اللوحات تنوعت، من الخطية الحروفية، من الديكوباج، من الفنون التراثية، من الفنون الزيتية مثل ما نكون شايفين، كان لوحات واقعية أو تعبيرية. مثل ما نكون شايفين المعرض بيضم عدد منيح من اللوحات. طبعا الجمعية بتضم من كافة الأقطار العربية. طبعا احنا استقطبنا عدد من حتى الفنانين المتدربين الجداد. في لجنة تقييم عنا نحن في الجمعية مؤلفة تقريبا من 7 أو 8 فنانين أكاديميين ذو خبرة طويلة، فإن اللي بيقوم بتقييم الفنان وعمل الفنان وقبوله في الجمعية. وفي كل تحضير في كل معرض هناك لجنة أخرى لتقييم الأعمال التي تعرض في المعرض، إلى طابع معين وخصائص طبعا اللوحة، لحتى تنعرض إلى يعني صفات معينة اللوحة لحتى تعرض، وعلى أساسها يتم إنشاء المعرض. طبعا ما يكون شيء المعرض. وضم المعرض عروضا للفنون التشكيلية بمشاركة عدد كبير من الفنانين العرب ولوحات لتشكيليين عرب. فنان تشكيلي أحمد كبار من سوريا، من حلب، مقيم بإسطنبول، مشارك بعملين ضمن هذا الملتقى الجميل معرض حلال إكسبو. طبعا ضمن تجمع فنانون عرب، وأنا عضو في جمعية شام للفنون التشكيلية مقرها في إسطنبول، شارك بعملين باسم تمرد وباسم الانطلاقة. عملين طبعا ممكن كل حدا يفسر العمل او يشوف العمل ويحلله حسب رؤيته هو ومشاعره، فما راح احكي مطولا عن اللوحات لانه الاعمال هي بتحكي عن حاله وبتعبر عن مضمونها. فمشاركتي بهذا المعرض هو مشاركه تقريبا دوريه تعتبر، لانه ما في اي نشاط فني بتركيا، فانا مشارك بتقريبا جميع النشاطات الفنيه، وهي رسالتي ورسالة كل فنان إنه يشارك بأعماله. من خلال أعماله ممكن يرسل رسائل لباقي الشعوب والحضارات، ولحتى يصير في تعارف وتآخي ومعرفة لتلك البلدان وتلك الشعوب، للثقافة التي تمتلك في بلدك. فهي رسالة فنان، وأتمنى التوفيق للجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي مريم السباك من بغداد العراق، مقيمة حاليا في اسطنبول تركيا، مشاركة معرض حلال إكسبو التاسع 2022 عن طريق الجمعية الدولية التنمية الإنسانية. مشاركتي هي بمجال خياطة، اختاريت المجال خياطة، خياطة ألبسة الصلاة مثل ما أنتم شايفين. حبيت هذا المجال لحتى أنه أبرز قطعة للزبون تكون مريحة وعملية بنفس الوقت تكون مميزة بموديلاتها. كل القطع المعروضة هي خياطتي وتصاميم إن شاء الله تكون مميزة للجميع. بلشت هذا المجال تقريباً صار لي سنتين أني بلشت بهذا المجال، يعني حبي للأعمال اليدوية، الأعمال الفنية، الخياطة جذبني لهذا الجانب من الأعمال، وحبينا نعرض اللمسة العراقية، اللمسة الفنية خلال معرض حلال إكسبو. بالنسبة لمجال العملية مثل ما حبيت أوضح لكم، هي ألبسة الصلاة. أنا عندي أكثر من موديل، الموديل يجي هو قطعة كاملة بشان متصل، أغلبية يرغب لهذا الموديل. عندي الموديل الثاني يكون قطعتين، هذا أكثر شيء يرغبوا له العرائس، يحبون يتميزون بمقابيض ضيوفهم. السلام عليكم، أنا مريم حسين عبد الله، فنانة ورسامة خط عربي ورسم بأغلب أنواعه. شاركت بمعرض بهذا الحدث العالمي ببعض اللوحات اللي صممتها ورسمتها، المشاركة بها بخط عربي، رسم عبثي، رسم تجريدي، رسم آثار أيضا عراقية بأشكال متنوعة، مثلا هنا ملوية سامراء، أدوات موسيقية قديمة، وهنا بوابة عشتار. كل رسمة من هاي اللوحات الكبيرة أخذت وقت محدد. هنا بوابة عشتار أخذت ما يقارب أسبوع تقريبا، ملوية سامراء 4 أيام، هون 3 أيام، أما هاي الأشياء الصغيرة يوم يومين فقط. الفنان التشكيلي رجب سيد يوسف من سوريا إدلب، مشارك في معرض أنامل العربي ضمن فعاليات معرض حلال إكسبو بلوحتين. لوحة أولى لصورة النمر تعني القوة، تعني الإصرار، تعني المغامرة. رسمتها بطريقة مغايرة لزملائي، طريقة السكين، وبطريقة كمان يعني مختلفة عن طرق اللوحات القديمة اللي كنت أرسمها. مشارك بلوحة تانية كمان باسم مراكب الأمل، لوحة تانية موجودة في المعرض، والمعرض كان كتير في إقبال، يعني مثل ما أنا شايف في إقبال شديد من المجموعة الناس المختلفة، يعني من كل الطوائف أو من كل الناس الموجودة من هون، من دول متعددة كثيرة. في فنانين، في منهم تجار، في منهم جايين للمعرض طبعا بشرائح مختلفة. في إقبال شديد، في مشاركين سوريين، وفي مشاركين عراقيين، في مشاركين يمنيين ضمن هذا المعرض. المعرض ناجح بإذن الله، وفي شيء جميل موجود في المعرض ولوحات مميزة جدا.
أنا يوسف بشار رسام عراقي مقيم في تركيا، شاركنا اليوم بالمعرض هنا إكسبو حلال حتى نمثل دولتنا العراق. شاركت بلوحتين، لوحة بالفحم ولوحة زيتية تعرف عن طفل حزين. بلشت الرسم بعمر صغير، بعمر 12 سنة، قويت رسمي بالتدريب والإرادة. اليوم شاركنا هنا حتى نعرف عن بلادنا وعن حضارتنا أكثر. نحن هنا مجموعة جاليات عربية، نحن جينا اليوم حتى نمثل الجالية العراقية بالأخص بفنوننا وبحضارتنا. شاركت بلوحة الطفل الحزين اللي هي لوحة زيتية، حاولت أنه أخلي الإيدين على الأكتاف حتى يبين أنه الطفل من البرد هذا بلش يطلع دخان من الأكتاف هاي، ومن الدخان هذا بلش جسدت وجه الطفل هذا على وجه حزين. تعرف على أنه من كثرة البرد هذا بلش من البرد هذا يطلع دخاخين، ومن الدخاخين هاي جسدت الوجه الحزين حتى تعرف عن الطفل الحزين هذا. دكتورة زينة السعدية، رئيسة الجمعية الدولية للتنمية الإنسانية في أسطنبول. المشاركة الثانية هنا بالمعرض الدولي، معرض إكسبو حلال، ب 21 مشترك. إحنا هاي المشاركة الثانية إلنا، لأن قبل العام هم شاركنا بها. كانت بداية الجمعية هي إنه نجمع مجموعة من الكفاءات والنساء المبدعات ورجال الأعمال وأطباء ومهندسين وكل الكفاءات العراقية الموجودة هنا. بس ما شاء الله انه اجوا وانضموا ويانا ايضا من مختلف الجاليات، فاحنا هسه من يجون يودون يشاركون ويانا احنا مو بس عراقيين، يعني نستقبل كل الجاليات ويانا. وان شاء الله احنا اول ما بدينا يعني بدينا بثلاث اشخاص، هسه احنا عدد اعضاء الجمعيه فوق ال 75 شخص والحمد لله والشكر. فانتم تشوفون احنا ان شاء الله يعني السنه اخذنا اربع سكشنات، اربع بوث، لانه اشتركوا ويانا 21 سبق وان قلت لك. المشتركين اللي ويانا اللي هسه هم 21 طبعا صناعات هاند ميد، هسامين ونحاتين، نساء عراقيات خياطه وتطيز، حياكه، اضافه الى الاكل العراقي المميز طبعا هذا، اضافه الى فنانين رسامين اللي بالجناح الثاني اللي هم يعني اصلا رسامين على مستوى. سوينا دعوات خاصة على صفحة الجمعية، الحمد لله والشكر الحضور اللي إجانا كلش حلو، شخصيات إجونا كثيرة من داخل تركيا اسطنبول، وأيضا من المحافظات التركية، وأيضا من خارج العراق وصلونا وفود، والحمد لله والشكر. إحنا نعتبر هذا فد إنجاز حلو، إن شاء الله يعني للمستقبل تكون إنجازات أكبر وأكثر. هنا المشاركات مختلفة طبعا، كلها الطابع البغدادي، الطابع العراقي اللي هو اصلا عندنا المصممه الاكاديميه خاتون، عندنا مصممه هنا ثانيه ست صحباء من المصممات الرائعات هنا باسطنبول، وعندهم بصمه يعني بصمه عراقيه مميزه. واكو استاذ ياسر اللي يشتغل نحت وفخار وهاي الاشياء زين. عندنا بنات يرسمون على الزجاج، بنات يسمون على الزجاج ومباخة وكذا. عندنا أستاذ دعت تسوي شغلات الرزن وتحفيات وكذا، إضافة إلى مثلا أطقم الصلاة، إضافة إلى الكوشية، فهذه كلها يعني مشتركين بها هنا. عندنا بعد فنانين قلت لك رسامين، خمسة عراقيين مشتركين باسم، وعندنا بوث للأكل العراقي المميز. فالحمد لله كانت مشاركتنا بأربع بوثات. مرحبا، أنا اسمي دعت عادل من العراق، مشتركة مع الجمعية الدولية للتنمية الإنسانية في معرض حلال إكسبو المقام حاليا في تركيا. أشتغل أنا يعني أعمال يدوية بمادة الريزن الإيبوكسي، أحيانا يعني أدخل بها الطابع العراقي وأحيانا لا، يعني أستوحي الأفكار مثلا من البحر من شيء، وأسوي كل هاي الإكسسوارات اللي بتشوفوها أمامكم. الإكسسوارات اللي أسويها، أما مثلا يكون يعني أدخل الخشب بمادة الريزن، مثل هذه تكون قاعدة للأقداح، شكلات المفاتيح او احنا اللي نسميها بالعراقي ميداليات المفاتيح، سلاسل او القلائد،
فأي شيء يعني تحب تقتنيه المرأة أحاول أنه أوصل لها بطريقة جميلة يلفت نظرها، يلفت نظر الأطفال، يعني حتى شلون يعني يتعرفون بهذا الفن الجميل اللي ظهر بصورة مؤخرة. اللي يحبوه العراقيين طبعا التعليقات اللي تكون بها الرسم البغدادي، سويت يعني أكثر من وحدة والحمد لله والشكر لاقت إعجاب واستحسان من عندهم، بالإضافة إلى كلمات ما شاء الله الله اللي يعني تزين أبواب البيوت، هذه يعني أكثر شيء يجذب الناس، فأحاول دائما وأبدا أنه أدخلها بأعمالي. أكثر من معرض إحنا اشتركنا، يعني إحنا هاي السنة الثانية نشترك في معرض حلال إكسبو، بالإضافة إلى أن الجمعية الدولية للتنمية الإنسانية دائما باستمرار تقيم مهرجانات معارض حتى تلم الجالية العراقية وتجمع أيضا مو بس الجالية العراقية وإنما الجاليات العربية كلتنا نكون معها. فهذا الشيء يعني نشكر الدكتورة زينة عليه أنه تنهض بينا إحنا كنساء عاملات ورجال أيضا موجودين معنا، تطور من شغلهم ومرة على مرة نجمع كليتنا ونقدم العراق بصورة أجمل وأحلى. كما أن الأزياء ستكون حاضرة بخاصة ما تهتم به النساء المحجبات، ما يجعل هذا القطاع في مقدمة وأولويات الزائرين للمعرض لعقد اتفاقيات بين رجال الأعمال والشركات. معكم السيدة عذراء حميد من العراق. وجود اليوم مع الجمعية الدولية لتنمية الإنسان، مشاركتي هي لإبراز الزي العربي الإسلامي خلينا نقول إحنا، وطبعا هذا كله تصميمي أنا أصمم الموديل وأنا أنفذه، أنفذ الموديل على مساطل عينات من خلالها عندما تعرض تسوق تصير طلبية كبيرة تروح على المشاغل نوديها على المشاغل، هذا بدور يعني انتهينا من عندها. المرحلة الأخرى أن طبعا مدربة ومصممة أزياء وخياطة وتنسيق أزياء. نعم الحمد لله كل طالباتي صاروا صاحبات براند خاص فيهم واللي عندهم مشغل خاص فيهم الآن. طبعا الأكاديمية اللي تختص كل الحرف اليدوية، راح أكلمك عن العباية اللي هي يسموها كيمونو. طبعا هي تكون تخلي فيها نقوش، ممكن نستخدم القماش ونجيب من أفكارنا احنا، نستخدم الكيبورات معها، تدخل التطعيم معها بالكيبورات. فطبعا احنا نرسم الموديل ونجيب تنسيق الألوان، وهذا الأمر مو كان سهل، هذا كله خلف الكواليس يعني ما كان سهل بالنسبة لنا، وبعدها يظهر على النتيجة الأخيرة. نعم أنا مختصة بالعبايات، يعني أكثر شيء عبايات الإسلامية خلينا نقول، يعني الحجاب الإسلامي. تجيني صاحبة البراند تريد تطلق براند، تقول أنا أريد أسوي ماركة وبراند، فتجيني هي بداية كطالبة عندي نهيئها بحيث تعرف الأخطاء من الخياطين، تقدر تتعرف من خلال علمها الخياطة، بعدين علمها تصميم الأزياء، بعدين علمها نشوف هي شنو اللي وصلت له من المهارة، بعدها نطلق معاها البراند مالتها، نقولها خلاص توجهين الى كذا، نختار لها نوعية القماش، نختار لها نوعية الموديل، تكون بشرافنا هذا الامر، بعدها هي تنطلق وتروح الى عملها. بالنسبة ان الاكاديمية صار لها سنتين من بعد كورونا، قبل كانت اونلاين والان بعد كورونا لا، اسسنا مكان موجود في شيرين ابلر، وبعدها الحمد لله طالبات عندنا خلنا نقول لك وصلنا إلى تقريب 50 إلى 60 طالبة خلال هذه السنة الحمد لله رب العالمين. أمل حلبي من سوريا، مقيمة باسطنبول، مشاركة بعملين، واحد زيتي واحد ألوان باستيل. طبعا أيقونة اللوحة هي الخيل لأني عندي حب للخيل كتير، هي واحدة الأنثى الأصيلة والثانية جموح. طبعا أنا اليوم مشاركة يعني بالمعرض بناء على الدعوة اللي وصلتنا من الصحفيين الأتراك. من عمري 5 سنين بلشت أرسم، يعني ظهرت موهبتي وكانت قوية واستمرت فيها
بعدها درست بمعهد فنون ورسم، درست بمعهد فنون تشكيلية، وبعدها درست بكلية فنون جميلة. يعني درست الموضوع أكاديميا ومع الموهبة، يعني عملت مزيج قوي واشتغلت على حالي منيح ولهلأ يعني برسم. وبالنسبة للرسم يعني بصراحة بشوف أنا أنه الفنان هو بس كان فنان مبدع أي أداة بيمسكها هو حيبدع فيها. يعني هلأ أنا بالنسبة لي برسم بالرصاص، بالفحم، بالقلم الأزرق الجاف، ألوان زيتية وباستيل، وكل مادة أو كل أداة أو تكنيك له ميزة خاصة بالنسبة لي. هون عنا لوحة الخيل هاي بعنوان جموح. هلأ اللي بيعرفني أني أنا عندي حب وعشق للخيل، لوحة جموح أغلب المتلقيين حكولي عنها أنها فيها حزن. بصراحة أنا أول ما قلت بدي أرسم هذا الخيل حبيت أنه أظهر فيه القوة، يعني شيء بيمسني لإلي طبعاً لأنه الخيل بيعني القوة، بيعني الأصالة. بس بأثناء رسمي لهي اللوحة فعلياً كنت بحالة فيني تعب وحزن، فحسيت شخصيتي كتير أثرت باللوحة، لهيك ممكن نشوف هاي اللوحة فيها نوعاً ما من الحزن. حبيت أني أبرز فيها ألوان الغروب، يعني أنا بشوف ألوان الغروب والشروق يعني أنا بحسها بتعني الأمل، وطبعاً أنا اسمي أمل فبحب أنه يكون في بسيط الأمل بكل لوحاتي. وأيقونة اللوحة هي طبعاً أنه الخيل، وهي ما رسمتها بألوان باستل سوفت. الألوان باستل إحساسها جداً جميل على الرسم، بستمتع فيه جداً يعني، وخاصة أنا بدمج الألوان بإيدي بأصابيعي، بستخدم أصابيعي بالدمج، فهذا الشيء بخليني أحس أنا واللوحة واحد. وفي هون لوحة الأنثى الأصيلة، طبعاً الأنثى الأصيلة هلأ بدي نوه، اللوحة الأولى هي خيل عربي أصيل، بس هون في الخيل ما ممكن نشوفه أنه شكله خيل العربي، بس الخيل بشكل عام هو في بالنسبة لي حب. بس هون الأنثى الأصيلة أنا ركزت بالألوان على اللوحة، هي لوحة بالألوان الزيتية، حبيت أبرز فيها العاطفة والألفة والصداقة. يعني هون الصداقة اللي بين الخيل والأنثى، والألوان اللي موجودة الأنثى اللي هي مأثرة على ألوان الخيل، والخيل مأثرة على ألوان الأنثى، فهي ألوان عاطفية كتير، بتعني العاطفة، بتعني الاحتواء. هلا الأنثى الأصيلة هي أنثى أنا بعنيها أنه القوية، بما أنه يعني مصادقة الخيل فهو لازم محتاج القوة والجرأة لحتى تصادق الخيل، وبذات الوقت محافظة على أنوثتها بالهدوء، بملامحها الهادية، السلام، الألفة، المحبة، العاطفة. حبيت أني أعبر هالشي بالألوان، هي الألوان فيها العاطفة، اللون الأخضر كمان لون الثراء، لون بارد، يعني جمعت بين الألوان الحارة والباردة بهاللوحة. وحتى هون الألوان منلاحظ فيها أنه بتجمع كل ألوان الفصول، يعني هاي اللوحة بأي فصل ممكن تطلع فيها نحس الفصل ذاته، فهذا كان إحساسي يعني الرسالة اللي اتجاه لوحة الأنثى الأصيلة. أنا اسمي باسم عرسالي، من عمد أصباري، بحب الرسم كتير يعني، والوالد الله يرحمه هو اللي شجعني على الرسم. فهلأ أنا حبيت أني أمزج بين الرسم والشغل اليدوي النسوي اللي هو التطريز بالساتان، فسويت لوحات دمجت فيها بين الرسم بالأكريليك. طبعاً أنا إلي تجارب بالزياتي وبالأكريليك وبالمائي، بس بهاي اللوحات اللي أنا مشاركة فيها بمعرض حلال إكسبو مزجت بين الرسم بألوان الأكريليك مع التطريز بشرائط الساتان، وبنفس الوقت كمان لونت الشرائط بألوان الأكريليك. فهذا أنا يعني بعتبره مدرسة جديدة أو فن جديد يعني، أنا حابة إنه أطرحه يعني على الناس، يعني ما بعرف إذا بيحبوه. أنا هون بالمعرض مشاركة بعدة لوحات، بلوحتين هون بمعرض أنامل العربية، وبالأشغال اليدوية اللي تابع لاتحاد الجاليات، اتحاد المرأة السورية.
هلا كلها ورد، يعني انا بحب الورد كثير، يعني بحب الورد والالوان الزاهيه بحبها كثير، فاخذه هذا الطابع. نحن كثير معانيين، فانا حبيت يعني اخرج من هاي المعاناه باني اسوي لوحات ورود، يعني اخرج، يعني اخرج من الواقع، اهرب من الواقع اللي انا عايشه، فعبر عن الشيء اللي انا بحلم فيه من خلال اللوحات. يعني انا كثير يعني عشنا حاله ماساويه بالحرب كثير كبيره، فكمان يعني ما رح كرسها باللوحات. يعني انا من قديم عملت معارض انا وزوجي الفنان محمود الرفاعي، عملنا معارض عن الطفل محمد الدره، معرض كامل عن الطفل محمد الدره، وعملنا معارض حرق على الخشب، وعن يعني عن الحياه الاجتماعيه عنا بسوريا. بس بعد الحرب ما هذا ما خلصت، بدنا نتفائل اكثر، يعني بدنا نخرج من هالواقع المؤلم كثير. يعني نحن الالم اللي بجواتنا كبير، بس نحن ما بنحاول، يعني عم نحاول بالاحلام نغيره يعني كفنانين. يعني نجلاء شعلان من مدينة دمشق، وخريجة فنون جميلة من جامعة دمشق. أنا مشاركت بمعرض إكسبو، طبعاً هون بإسطنبول أنا إلي مشاركاتي كتير، صار لي فترة موجودة هون، وأغلب المعارض الفنية مشارك فيها، ويعني معرض عن معرض عم بيكون فيه تطور أكتر، إن كان بشغلي أو بالمعارض، يعني بالتنظيم، بالشغل، بكل شيء يعني. فمعرض إكسبو بصراحة أنا لقيت كتير يعني في عليه كتير زوار، وحلو تنظيمه وكل شيء فيه. يعني يعني هلا في بعض المعارض مثلا ما بيكون عندي مجال اني اعرض كل اعمالي، في معرض اكسبو مثلا كان في مساحه اني اعرض اعمالي، وشاركت بعمل تشكيلي مع انامل عربيه، وشاركت مع السيدات الاعمال بلوحات الخط العربي. بالنسبه للوحات اللي عم بشتغلها انا حاليا معتمده على هي خط عربي، لكن انا عم بعتمد على رسم الخط بالريشه. يعني انا ما بعتبر نفسي خطاطه صراحه، بس بحب الخط العربي، وبتلفتني الايات القرانيه اللي لها معاني يعني، وبحاول اني خططها. ف يعني الخط هو اذا الانسان بده يتعلمه صح بالاصابع. نحن بكليه الفنون بندرس بالاصابع، لكن فتره وجيزه كثير اللي هي ما بيتمرس فيها الطالب ليطلع متمرن كثير يعني. بس هون انا لقيت باسطنبول بحبوا الخط العربي الاتراك بشكل كبير، فانا حاولت اني ارسمه رسم، اشتغل عليه كرسم، ودخل معه مواد. يعني الخط هو انه مو بس على ورق، مثلا انا اعمله على قماش، اعمله بالالوان، اعمله بتقنيات ثانيه مثلا. كانت فكره حلوه. يعني بالنسبه للخط العربي، انا قبل بالشام ما كنت اشتغل بالخط العربي، اشتغلته هون باسطنبول، حسيت انه في طلب عليه كثير، وقدرت اني اعمل تقنيات جديده اني ادخل الالوان الاكريليك بالخط، خطوط العربيه. والخط العربي هلا انا ما بعتبر نفسي خطاطه، بس عم حاول اني ارسمه الخط رسم بطريقه الرسم، ودخل معه الالوان او دخل معه تقنيات الليتغراف، اللي هي اني اعمل عليه تقنيات جديده او الوان جديده، دخل عليه الوان يعطيه حيويه اكثر. واشتغلت على خط الثلث وعلى خط الديواني على خط الكوفي. حاليا موجودين عندي اللوحات هون بس خط الثلث، لانه الخط الكوفي بصراحه كثير انطلب مني اخر فتره. هلا بالنسبه للوحه المسجد الاموي، انا المسجد الاموي مو اول مره برسمها، المسجد الاموي هي ثالث لوحه، بس الفكره انه انا مره عن مره عم حس انها هي عم تطلع افضل واحلى، وانا كان عشقي اني ارسم المسجد الاموي بتفاصيله. المسجد الاموي له ذكريات كثير حلوه بالنسبه للدمشقيين، كل انسان يعني كل حدا دمشقي بيعرف انا شو بقصد بهذا الكلام. الجامع الاموي له رمز كثير حلو عنا نحن، فحبيت ارسمه من كل الزوايا. ومثل ما سبق وحكيت انه انا رسمته كذا مره، بس بكل مره عم حس اني انا عم اتطور كثير فيه،
وبصراحة عم بتفاجأ بالمستوى، انه عم يتحسن مستوى الرسم افضل، ورسمته بكذا تقنية، بالمائي والزيتي والاكريليك. اللوحة هون بالاكريليك هي اشتغلت عليها كتير اكريليك، ودخلت معه تقنيات اخرى لحتى اخذت التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الخطاط فؤاد زيد مقبل الغمري من اليمن. تعلمت الخط وأنا في المدرسة وأنا صغير، وكنت في الصفوف الأولى من الصف الخامس وما فوق، فكانت هوايتي في الخط. يعني صراحة أنا حبيت هذه الهواية، وكنت أقلد الكتابات وأقلد الكتب، وأيضا أقلد خطاطين. أيضا كان عمي كان خطاط وتعلمت منه، وبدأت أكتب لوحات ووسائل تعليمية للمدرسة، واشتهر من ذلك من هذاك الوقت. يعني تعلمت قليل فقليل وانتقلت إلى صنعاء، ثم التقيت بالساتذة والتقيت بخطاطين وتعلمت منهم واستفدنا وتدرسنا الخط، وتعرفت على خطوط كثيرة. كان حينها ما كنت أعرف أصلا الخط ولا أعرف أنواع الخط، ما عندي خلفية، كانت خلفيتي خلفية بسيطة جدا. يعني ما كان عندي خلفية كثيرة عن أنواع الخطوط وما الفرق بين الخطوط، فكنت أشوف أي خط جميل أقلده. فأول كتاب اقتنيته للخطاط العراقي المشهور هاشم البغدادي رحمه الله، تعلمت من هذا الكتاب، وشفت لديه خطوط كثيرة وأنواع خطوط، وشفت هذا شيء إنجاز، وفرحت بهذا الكتاب، قلت لقد حصلت على كتاب رائع، وتعلمت من هذا الكتاب صراحة. فأول ما تعلمت كنت أحاول أكتب في الثلث. الثلث هذا، شوف الثلث هو عبارة عن خط مميز صراحة. بعدها قلت خطوط أخرى مثل الرقعة، وتعرفت على أنواع الخطوط، وعرفت أن هذا خط ناسخ، وهذا خط رقعة، وهذا خط ثلث، وهذا خط ديواني، وهذا خط فارسي، لأن كان في الكتاب هذه كان في الكتاب نفسه مكتوب أنواع هذه الخطوط طبعا. من ثم طورت نفسي مع الإخوة الخطاطين في اليمن، ومن ضمنهم والأساتذة الأستاذ ناصر والأستاذ زكي والأستاذ سامر وكثير من الخطاطين. تعرفت عليهم وشفتهم ما شاء الله كتاباتهم جميلة، وكنت أكتب معهم ونقلد ونكتب ونتدارس الخط، والحمد لله يعني وصلت إلى 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 طريقة، وصلت إلى 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 مستوى جيد. وطبعا أنا انتقلت إلى تركيا وطورت نفسي في الخط، وشاركت في مسابقات، وشاركت في معارض دولية في تركيا في اسطنبول وكثير من المعارض، وفزت بمسابقات دولية من ضمنها مسابقة إبداع ومسابقة خيط إبرة للفنون. وأيضا يشرفني بأنني أشارك في هذا المعرض الرائع، معرض إكسبو الدولي، لي الشرف الكبير بأنني أشارك هنا. ومن ضمن لوحاتي طبعا هذه لوحات ثلث، هذه اللوحة طبعا ثلث وهذا ثلث، لكن هذه ثلث جلي، ثلث الجلي، وهذا ثلث عادي. الثلث الجلي يتميز بعدة مميزات، منها أن يكون القلم كبير، حجم القلم كبير من فوق 4 ملي، سمي بالثلث لأن
الثلث الجلي لأن الحجم القلم كبير، وثانيا يركب إلى أكثر من طبقات وتوجد حروفه متداخلة في بعضها البعض، هذا مميزات الثلث، وتكون حروفه قاسية نوعا ما، هذا ما يميز الثلث الجلي عن الثلث العادي. أما الثلث العادي عبارة عن أسطر، وأسطر موزونة ومتتالية يعني، وسطر بعد سطر يعني كالكتابة العادية كالنسخ والرقعة وغيرها من الخطوط، إلا أنه يكتب بقلم 3 ملي وما تحت يعني، وأقل يعني 2 ملي 1 ملي ممكن. الثلث العادي وسمي الثلث العادي بهذا الاسم لأن قلمه صغير، ويتميز أيضا بليونة الحرف، الحرف يكون لين نوعا ما، إضافة إلى أن يكون سطر كلمة جوار كلمة، ما تكونش كلمة فوق كلمة وإنما كلمة جوار كلمة، هكذا بهذا الطريق بهذه الطريقة. الثلث الجلي قاسي الحرف أصلا، الثلث الجلي الحرف فيه قاسي، ما فيش ليونة أصلا، ومركب ويكون بارز. الثلث الجلي ممكن أن أكتب لوحة كبيرة جدا حتى ممكن أن أوصل إلى 16 ملي. الثلث العادي فقط ينحصر إلى 3 ملي فقط، ما فوق 3 ملي يتحول إلى ثلث جلي. هذا شرح لوحاتي، ولي الشرف الكبير بأنني أن أشارك بين نابغة من الفنانين والمبدعين والرسامين في معرض إكسبو، فأشكركم على هذه الاستضافة الرائعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، أمل بيطار، فنانة تشكيلية من جمعية شام، مدرسة لغة عربية بمدارس إمام خطيب. جيت على تركيا قبل 7 سنين بسبب الحرب، ومن طفولتي كنت كتير حب الرسم. كان في عنا أستاذ رسم كتير يعني كان يهتم بدروس الرسم، ومن وقتها أنا كتير تعلقت بالرسم، ولكن توقفت هاي الموهبة بسبب انشغالي بالشعر. كتير أنا بحب الشعر الحديث. وقت جيت على تركيا لأسباب مادية معنوية إلى آخره، ظروف نفسية، ظروف الحرب، يعني طلعت الموهبة ما بعرف كيف يعني فجأة. كنت ناوي أقدم هدية لأحد الأصدقاء الأتراك، ما كان في يعني أنه مجال أنزل على السوق، ولا كان عندي وقت، ولا ماديا شوي كانت الظروف. فعملت لوحة صغيرة بوقتها، هي لوحة صغيرة كتير نالت إعجاب الكل يعني رفقاتي وقرايبيني، فقال ليش ما بتكرري العمل مرة ثانية. كررته مرة ثانية، طلع يعني عندي أكثر من لوحة، والحمد لله رب العالمين. أول لوحة يعني كتير بفتخر فيها هي لوحة الخريف، بتذكرني بالطفولة، الطفولة اللي عشتها بسوريا، بالبراري الهامة، النبع إلى آخره، فكتير عندي إلى ذكريات. أنا طريقة عملي هي الـ 3D، وبستخدم معجونة السيراميك وعجينة السيراميك ومعجونة جيسو، وبحط كتير أشياء يعني طبيعية من الطبيعة، يعني الأعشاب، الأوراق، النباتات، أغصان الأشجار. كتير بحب الطبيعة، دائما بنزل يعني، بطلع مشاوير مع زوجي بالسيارة، منشوف كتير مناظر طبيعية، ودائما كتير بحب ألتقط بعض الأعشاب، بعض الأوراق والنباتات، وبضيفها للوحات. هذا أكثر شيء بحسه أنه مميز بلوحاتي يعني، والحمد لله رب العالمين. خلال مشاركتي بعدة معارض بتركيا، يعني بظن لوحاتي الحمد لله يعني لقيت شوية يعني اهتمام من الطرف العربي، من الطرف التركي، من الأصدقاء، الحمد لله يعني الحمد لله. واليوم المعرض كتير حلو، ويعني إقبال شديد، إقبال عربي تركي. لهذا السبب والله كتير أنا يعني مبسوطة وفرحانة إنه قدرت شارك بهالمعرض. شكرا لكم. ولا في شغلة نسيت نوه علي، إنه بالأخير عم ضيف للوحاتي لمسة من لمسات الخط العربي، وهو أستاذنا الفاضل هيثم سلمو، أنا متبعة دورة عنده، والحمد لله كتير يعني في اهتمام جيد جدا من طرفه بالخط العربي وخطات مشهور وعالمي يعني.
الحمد لله يعني قدرت شوي أخذ بدايات الطريق، وإن شاء الله يا رب أقدر أكمل. بتعرفوا الخط من أهميته بالإسلام، وهو خزاني للفن العربي الإسلامي، خزاني للقرآن الكريم، يعني مفضل من حتى أولويته من عند رب العالمين جاي الخط العربي والقرآن الكريم موجود، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بالتوفيق يا رب للكل، وإن شاء الله معرض الجاي بنكون كلياتنا بصحة وسلامة بعم الأمان بكل العالم. هاي اللوحة يعني تتميز إنه كتير إلها خصوصية عندي، يعني كتير فيها ضخيت فيها كتير مشاعر، ما بعرف إذا الناس يعني بحس كتير عالم بيسألونا عنها، هي فيها شيء مميز، بجوز فيها لمسة حزن أو لأنه الخريف، عفوا الخريف كتير بدل مدلولات كتير كبيرة، أنا الخريف فصلي المميز يعني. هلأ ضفت فيها بالنسبة للتقنية، ضفت فيها عجينة السيراميك في الإضافة للأغصان الأشجار الطبيعية، طبعا بعالجها أنا بالغراء، وفي كتير قصص، بضيف مواد حافظة مشان ما يصير فيها حشرات، بضيف الأغصان، بعدين الأكريليك عدة ألوان، في مزج طبعا للألوان تقنية يعني بعد التثبيت وبعد الصاق الأغصان، بعد التثبيت اللون برجع بخبي ورنيش، وبعدين حطيت فيها هون أزهار طبيعية طبعا، وضفت علي لون يعني شغلات. هلأ في هاي اللوحة كمان هي عبارة عن بيت الشام القديم، وطبعا كلياتنا ذكرياتنا، أنا طفولتي كلها بالشام، فكتير كتير يعني هالموضوع كتير بتأثر فيه، بحسه ما بعرف هيك بيرجعنا لأيام زمان وللطفولة ولقبل الحرب وللمة العيلة. في عندي الورود من عجينة السيراميك ومن الورود الطبيعية، يعني طبعا أكثر من مرة، أكثر من مرة وتنتين وثلاثة وأربعة أنا بستخدم فيها بحط لها مثل الحافظة يعني مواد حافظة، وأحيانا بحط لها غراء وإلى آخره. في عنا هون ما بعرف بالأخير أنا حسيت اللون الزيتي، الألوان الزيتي عطت بريق، يعني الأكريليك بيفتقدها هاي الصفة يعني. في هاي هون لمسة الخط، عفوا لسه هاي الشغلة أول لوحة لي بالخط العربي، ضفت لمسات من الخط العربي. يعني بداية هذا الحرف طبعا بيبدأ بأول شيء تحديد، وبعدين منضيف الأكريليك، وفي شيء اسمه التعتيق، أنا ما بعرف بحب اللوحة تكون معتقة، لو الخط العادي ما بيستهويني، يعني بحس الحرف يعني ما أخذ قيمته هيك الفنية والعريقة، أنا ما بعرف يعني هذا رأيي الشخصي يعني. فلسه اللوحة قيد التنفيذ، لسه ما خلصت، وإن شاء الله بإذن الله بس خلصت إن شاء الله هيك بتشوف كتير إعجاب مثل اللوحات اللي قبلها، وإن شاء الله توفيق للجميع. في لوحات صغيرة أنا بتسلى فيها بالمدرسة، بكون قاعدة بمل أحيانا بقعد بالمدرسة، فبساوي هيك لوحات شوي يعني سريعة مثل هاي وهاي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.